بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. اليوم حنوريكم طريقة التسميد بالمحاليل A و B. حنا سجلنا أول مرة يوم صبينا العلب، لكن الفيديو للأسف انقطع، اضطرينا نعيده ونحنوريكم ونكتب ونقول لكم من جديد. أول شيء محلول A هذا هو، وهذا محلول B، حطيناها هذه 1 لتر 1 لتر. تسمد هذه المحلول A و B 1000 متر مربع موية في حالة الخضروات، في حالة الأزولة أنا أعطيها إلى 1500 2000 لتر موية ما في مشكلة. الحوض هذا 2500 لتر ماء، تمام؟ ما فيه مع وجود سمك القوبي فيه، ولكن على أساس أشوف الأزولة ضعفت شوية فحطيت له المحلول A و B. حطيناها في سطل 20 لتر 2 A و B، وبعدين نخلطها خلط جيد. وبعدين حنصبها في الحوض هذا، عشان انا بيد واحدة ححط المحلول بعدين اصور لكم. هنا حطينا المحلول، بدينا نمشي في الحوض عشان نقلب المحلول مظبوط. وهذه طريقة تسميد الأزولة بمحلول A و B، حبينا نوريكم هي، ولو اني عشان اني لوحدي ما استطعت اوريكم كيف لما نصبه في الحوض، ولكن حذكر لكم فوائد محلول A و B. محلول A و B مليان بجميع العناصر، يساعد على نمو الأزولة بسرعة وكبر حجمها، بالإضافة الحوض هذا فيه سمك القوبي وحنا جمعناه قبل يومين، بس أشوفه بعد الجمع تعب شوي عشان كذا أضفنا عليه، أكيد هذا نقص عناصر. فحبينا نضيف على المحلول A و B نوريكم هو. هذا للإحاطة، خلاص بسم الله. هذا تكمل الفيديو اللي سبق حق تسميد الأزولة بمحلول A و B. طبعا خلنا نديكم نبذة عن محلول A. محلول A فيه نيتروجين 4، وفي فسفور، وفي بوتاسيوم ومغنيسيوم وكبريت وشوية حديد وشوية كالسيوم والمنجنيز والزنك والبورون، والبورون دائم مفيد للأزولة والنحاس. هذا المحلول A. وبالنسبة للمحلول B فيه حديد وكالسيوم، هذه جميع العناصر تحتاجها الأزولة وتغذيها. هذا بإذن الله تعالى الحوض هذا حصور لكم فيه بعد ما جمعناه قبل يومين، جاء كأنه سواد كذا فيه، سودت شوية أو ضعفت الأزولة، فحطينا فيها المحلول A و B عشان تقوى إن شاء الله وتتحسن حالتها، وبعد يومين إن شاء الله حتكون أفضل أو ثلاثة، وحصور لكم فيديو بعده إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.